مجدداً عادت تعز إلى الواجهة بعد أن أحرزت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية تقدماً في العديد من جبهات القتال. ففي الجبهة الغربية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير وفتح المنفذ الغربي بعد معارك عنيفة انتهت بطرد الميليشيا من العديد من التباب والمواقع في منطقة الضباب والسيطرة على أجزاء كبيرة من جبل هان. وفي الجهة الشرقية من المدينة تمكنت قوات من اللواء 35 مدرع من التقدم والسيطرة على العديد من المباني التي كانت تتمركز فيها قناصة الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير دبابة كانت تتمركز بالقرب من معسكر التشريفات بجوار القصر الجمهوري. ولم يختلف الوضع في ريف المحافظة التي شهدت تقدما لقوات الجيش والمقاومة في الأحكوم والصلو وحيفان والعديد من مناطق الحجرية. مصادر عسكرية أفادت أن الوضع في تعز يجري وفق مخطط يهدف إلى تحرير المحافظة التي ظلت عصية على الانكسار خلال أكثر من عام من حرب الميليشيا. إذن هي تعز عنقاء اليمن، تخرج من تحت الرماد وتوقد شعلة النصر في جبهات القتال وقلوب اليمنيين المنهكة من سيطرة الميليشيا.